في الفجر الثاني من أغسطس لعام 1990 استيقظت الكويت على أصوات الدبابات والمدافع العراقية التي توغلت على أراضيها، مما سبب صدمة لدى المواطنين وانتهاك صارخ للمبادئ والأعراف الدينية والدولية. تلقينا الخبر والله صدمة صراحة يعني، وما توقعنا أن من أقرب الجيران لنا أنه يغزي علينا ويدش علينا، يعني ما توقعنا هالشيء هذا صراحة، حيل ما توقعنا. تلاحم شعب ولله الحمد، الشعب الكويتي تلاحم قوي، وكلهم إخوان، وكلهم ولله الحمد أثبتوا أنهم في الوقت هذا شخص واحد. تلقينا الخبر كان فجأة طبعا، صج أثرت بنفسياتنا، وبعد مع مرور الزمن الضغط كان يزيد علينا. كان يوم أسود بالنسبة للكويتيين يعني، وطبعا كان مفاجئ لنا لأن من أقرب جار لنا اللي ما قصرت وياه دولة الكويت، وتفاجأ كل الشعب الكويتي يعني، وطبعا بين اللحمة الكويتية والجو الأسرة الوحدة بالكويت بالتلاحم. أي طبعا بين الشعب الكويتي، ماكو كويتي ما اشتغل خباز، الله يعزك، سايق زبالة، نظفه، مجاري، صحي، بنيان، كل الكويتيين من صغيرهم وكبيرهم. المواطنون وقفوا صفا واحدا في وجه العدوان ولم يتوانوا عن خدمة وطنهم، فعملوا في كافة المجالات دون أن يتعاونوا مع الغزاة. بالنسبة حق غزو العراق القاشم على الكويت، احنا كنا كويتيين كل أبونا، كنا على قلب واحد متلاحمين أبد، يعني ما حد بس السر حق الثاني، كل ابونا على القلب واحد زين، كنا واشتغلنا كل شيء، ماكو مو عيبنا نشتغل حق ديرتنا حق ارضنا زين. طال عمرك اشتغلنا خبابي، اشتغلنا بالجمعيات على الغاز، اشتغلنا بعد كل مكان اشتغلنا. الحمد لله من فضل الله الكويتيين كلهم يد واحده، كل جميع طوائف، من سنه، من شيعه، من بدو، من حضر، كلهم اخوان على قلب واحد تماسكوا، وهذا المعدن الحقيقي حق ابانا واجدادنا. حبهم لوطنهم وولائهم له والسير خلف قيادتهم الحكيمة جعلتهم متلاحمين متآزرين متأخين، فوقفوا بوجه العدوان العراقي دون تردد ولا خوف ليثبتوا أن راية الوطن تعلو ولا يعلى عليها. عبدالله الصفار لتلفزيون دولة الكويت.